بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة التانية بقى اللي احنا بنحاول نتعرض لها هي ازاي برضو نستخدم المنهج الاستراتيجي او المدخل الاستراتيجي في تحقيق الاستخدام الامثل للموارد ومعالجة الاختناقات في خطوط الانتاج. طبعا زي ما اتفقنا هو الهدف الرئيسي من علاج هذه المشاكل هو احنا بنحاول نسعى لتحقيق القيمة فاليو بالنسبة لعملاء المنظمة، وده بيتطلب مننا دايما ان احنا ننظر للأنشطة اللي بتستهلك الموارد المتاحة ونحدد هل هي قادرة على تقديم هذه او خلق هذه القيمة او احداث هذه القيمة من عدم. وبالتالي احد ايضا الوسائل الرئيسية لتحقيق هذه القيمة ان يكون في عندنا استخدام امثل للموارد المتاحة، وخاصة إذا كانت هذه الموارد في منها البعض نادر أو مش سهل الحصول عليه، ده بالإضافة إلى محاولة معالجة أو القضاء على مشكلة الاختناقات في خطوط الإنتاج واللي بتنعكس أثرها على تكلفة السلع والخدمات المقدمة للعملاء. فتخفيض التكاليف والتحكم في أوجه العمل معها بيتطلب دايما ضرورة ابتكار أدوات وأساليب تمكن من السيطرة على هذه التكلفة أو التحكم في هذه التكلفة بقدر الإمكان. فبالنسبة لي مشكلة الاستخدام الأمثل للموارد أو معالجة الاختناقات، ففي برضو هنا هيبقى في عندنا مدخلين هنحاول ان احنا نتعرف عليهم. المدخل الاولاني هو خاص بالمحاسبة عن الانجاز، والمدخل الثاني هو نظرية القيود او الكونسترينتس سيريز او سيريز السيري اوف كونسترينتس او الكونسترينتس سيري أو ما يعرف بمعالجة الاختناقات في خطوط التشغيل أو الإنتاج، ولكن من وجهة النظر المالية والتكاليفية. تعال نشوف الأسلوب الأولاني أو التكنيك الأولاني وهو المحاسبة على الإنجاز أو الثروبوت أكاونت. إيه بقى مفهوم الثروبوت أكاونت؟ قال لك ده أسلوب يستخدم لقياس الأداء المرتبط بالإنتاج والتكاليف لتحقيق إنجاز ما. فمحاسبة إنجاز تكاليف المنتج بترتبط ارتباط وثيق بكيفية استخدام الموارد المتاحة في تصنيع منتجات مختلفة، حيث نفترض أن هناك من المجموعة من الموارد المتاحة التي يجب استخدامها استخداما مثاليا لتحقيق القيمة اللي تم الاتفاق عليها بالنسبة للعميل. فتحقيق القيمة للعميل سيكون له مردود على منظمة الأعمال من خلال نشاط المبيعات وبند إيراد المبيعات. فإيراد المبيعات مرتبط بمستوى الإنجاز اللي بتحققه المنظمة في تحقيق القيمة المطلوبة للعاملين. فلإنجاز هذا الأمر وهو تعظيم المنفعة من إيراد المبيعات، فالأمر يتطلب تعظيم استخدام الإمكانيات المتاحة للمنظمة بحيث يتم استخدامها استخداما أمثلا. فمن وجهة النظر المالية نرى أن الإنجاز في حقيقة الأمر هو عبارة عن علاقة بين متغيرين، إيراد مبيعات وتكلفة مواد مباشرة. يبقى إذن تكلفة المواد المباشرة هي التضحية الحقيقية والمباشرة والأساسية اللي لابد أن نسعى من وراءها إلى تحقيق إنجاز ما، وهو تحقيق إرادة يستطيع تغطية هذه التكلفة وأي تكاليف أو أعباء أخرى ممكن نتحملها في سبيل تحقيق هذا الإنجاز. لذا قالوا لنا العلماء والمفكرين أن الثروبوت يجب أن يكون عبارة عن السيلز ريفينيوز متشال منه الدايركت ماتيريال، أو السيلز ريفينيو متشال منه الدايركت ماتيريال كوست، أو إيراد المبيعات ناقص تكلفة المواد المباشرة. هذا الإنجاز أو هذا الأمر يحوط مجموعة من المحددات أو القيود يمكن صياغتها في مجموعة من العناصر أهمها: وجود أسعار بيع غير تنافسية
عن الآخرين، الحاجة إلى ضرورة تسليم الإنتاج في الوقت المطلوب لعملاء مميزين، مدى ما يصيب المنتج المطروح للعملاء من جودة ضعيفة أو جودة قوية، مدى الاعتماد على الموردين المكلفين بتوريد المواد الخام، هل يمكن الاعتماد عليهم أو لا، من مقدار النقص في المواد اللازمة للإنتاج اللي هي عدم الكفاية. كل هذه معوقات أو قيود ممكن تحد من تحقيق الإنجاز المأمول أو المطلوب، وبالتالي التعامل مع الثروبوت أو المحاسبة على الإنجاز بيتطلب ضرورة التعامل مع مفهوم القيود أو مفهوم الكونسترينتس أو مفهوم الأزمات اللي ممكن تواجه بعض الموارد المتاحة اللي بيتم الاعتماد عليها لتحقيق هذا الإنجاز أو لتحقيق الإنجاز. لذا فإنه من الأهداف الرئيسية لأي إدارة هي محاولة استبعاد أو حذف أي قيود أو محددات يمكن أنها تعوقنا في تحقيق الإنجاز، وبالتالي فيمكن النظر إلى النقص في الموارد المتاحة أو القيود على الموارد المتاحة بأنها اختناقات أو بوتلنكس، وغالبا ما بيكون حذفها سببا في حدوث مشاكل تختلف من موقع إلى آخر. لذا فمن الضروري وجود خطة محكمة لتخفيض أو استبعاد هذه الاختناقات، وبالتالي فإنه بينظر إلى عنصري العمالة والأعباء الصناعية المتغيرة على أنها عناصر ثابتة، فتكلفة العمالة لا تعتبر من التكاليف المتغيرة، إنها بتمثل عبء موجود على إدارة المنظمة من الصعوبة بمكان التخلص منه. لذا فإن عنصر التكلفة المتغيرة الوحيدة في العملية الإنتاجية هو المواد الخام، وبناء عليه يكون الإنجاز أو المساهمة اللي يمكن التحكم فيها هي المبيعات، متشال منها تكلفة المواد الخام فقط. إيه بقى مفهوم نظرية الوقود القيود وقود مفهوم نظرية القيود إيه؟ اللي هي الكونسبتس أوف ثيري أوف كونسترينتس. بتركز النظرية كل تركيزها على مجموعة القيود أو الاختناقات اللي بتعاني منها المنظمة، واللي بتؤدي إلى إعاقة سير العمل أو عمليات التشغيل بالوتيرة المطلوبة. فالغرض الرئيسي من النظرية هو محاولة تجنب هذه المعوقات أو معالجة هذه المعوقات عشان نعظم معدل التصنيع الخاص بالمخرجات أو معدل الإنجاز بتاع المنظمة. وده بيتطلب مراجعة وفحص القيود والإختناقات والتي يمكن تحدث في مال. إيه الفرق بين الإختناق والقيد؟ الإختناق نشاط داخل المنظمة، بس هذا النشاط يتطلب مجموعة من الموارد أكتر مما هو متاح. يعني النشاط ده يتطلب 30 ساعة عمل آلة، كل اللي موجود عندي 25 ساعة عمل آلة، يبقى في هذه الحالة عندي إختناق. ليه؟ لأن الطاقة المتاحة المتوفرة لا تستطيع تلبية إحتياجات النشاط. اما القيد فده عنصر او عامل خارجي موقفي وقتي، تمام، وجوده بيؤدي الى انخفاض مستوى الانجاز، عدم وجوده يؤدي الى ارتفاع مستوى الانجاز. يبقى اذا بانتهاء هذا العامل او العنصر ينتهي القيد، في وجود هذا العنصر يظل القيد موجود، وبالتالي في فرق بين الاختناق والقيد ده. يمكن بقى يعني تشبيه القيود بعناصر كثيره جدا مختلفه، ممكن تبقى نقص في مهارات مجموعه من العاملين بالمنظمه، اذا لو انا نميت مهاراتهم خلاص القيد ارتفع. قله الطلبات من العملاء، لو انا نشطت عمليات التسويق والخدمات المقدمه للعميل ممكن الطلبات تزيد. الحاجة إلى إنجاز مستوى عالي من الجودة بتطوير التكنولوجيا التصنيع والتشغيل، ده بنتأمل. فالاختناق عادة قيد ولكن ليست كل فالاختناق عادة قيد ولكن ليست كل القيود في حاجة إلى أن تكون اختناقات. فدعنا نفترض أن التسليم في الميعاد المتفق عليه مع العميل حسب الجدول يمثل القيد الأساسي لدى المنظمة. فالاختناق في هذه الحالة يمكن أن يكون طاقة ماكينة معينة في المصنع. لذا فالإنجاز مرتبط مباشرة بالقدرة على التعامل مع القيد والسيطرة عليه، وعلى الاختناق حتى يمكننا
من تحقيق زيادة في معدل الإنجاز. يبقى الإنجاز مرتبط بالاختناق والقيد ده. فنظرية القيود بتعتمد على وجود ثلاث مقاييس أساسية: حساب مستوى الإنجاز، وده بنجيبه من إيراد المبيعات بنشيل منه تكلفة المواد المباشرة للبضاعة المباعة. الاستثمار، وده مجموعة عناصر بنقيم قيمها، فبناخد تكلفة المواد المباشرة، تكلفة المخزون بأنواعه تحت التشغيل وإنتاج تام، زائد تكلفة البحوث والتطوير، زائد تكلفة الآلات والمباني، بتديني قيمة الاستثمار المرتبط بالمنظمة. تكاليف التشغيل هي كل تكاليف العمليات بعد ما نستبعد أو بنشيل تكلفة المواد المباشرة. وتكلفة التشغيل هي التي تتكبدها المنظمة لتحقيق حد الإنجاز أو مستوى الإنجاز. وتتضمن هذه التكلفة بلية التغيير، مرتبات، أجور، إيجار، منافع، إهلاك، أصول، كل حاجة. إن الهدف من نظرية القيود هو زيادة معدل أو مستوى الإنجاز، وفي ذات الوقت تخفيض حجم الاستثمارات وتكاليف التشغيل. يبقى بزود معدل الإنجاز وبقلل حجم الاستثمارات وتكاليف التشغيل. فالنظرية تستهدف الوقت في الأجل القصير، وتفترض أن تكاليف التشغيل جميعها تكاليف ثابتة فيما عدا تكلفة المواد. فالمعنى الأهم وراء النظرية هو أن معدل الإنتاج للمصنع ككل يوضع بناء على وسيلة إنجاز المورد ذو الاختناق. ده كلام طبيعي منطقي. إجراءات تطبيق النظرية: الخطوة الأولى نحدد إجمالي المطلوب من الموارد المتاحة أو المطلوب من الموارد من المورد لكل واحد، وحساب ذلك لكل قسم أو مقدره على حسب. الخطوة الثانية تحديد، يعني نحدد الاحتياجات في الخطوة الأولى يعني. الخطوة الثانية تحديد معدل المحاسبة على الإنجاز اللي هو الثروبوت ريشيو. التي اي معدل الإنجاز اللي هو الثروبوت اكاونتنج ماين اللي هو الثروبوت اكاونت، معدل المحاسبة على الإنجاز اللي هو الثروبوت اكاونت ماينس الريشيو. لا اللي هو الثروبوت داش كده او سلاش او شرط ريشيو. تمام، بنجيبه ازاي بقى معدل الانجاز ده؟ باخد الطاقه المطلوبه على الطاقه المتاحه واضرب في 100 لكل قسم على حده. الخطوه الثالثه القيمه الاكبر من الثروبوت ريشيو يتم التركيز عليها، القيمه الاكبر والاهتمام بها والنظر اليها على انها عامل به اختناق او عنصر الاختناق، حيث تحولت المشكله الان الى العديد من المنتجات المستفيده من هذا العنصر. لتوضح الفكره، في عندنا مثال يقول تنتج الشركه العالميه ثلاث منتجات هي الف وب وج، وقد امكن تجميع البيانات التاليه عن الفتره: حد المساهمه او الانجاز 240 دولار، 200 دولار، 120 دولار، اللي هو عباره عن الايراد ناقص تكلفه المواد المباشره، ساعات تشغيلات لكل واحد. الآن رقم واحد، الآن رقم واحد ألف ب ج، المنتج ألف بيخدم منها 12 ساعة، بها 4 ج 2، الآن رقم 2 18 6 3، الآن رقم 3 6 3، والمبيعات المقدرة بالوحدة 2000 2000 2000. تمام، بيكمل البيانات: وقد كان اجمالي الطاقه المتاحه من ساعات تشغيل الاله تبلغ 2000 ساعه. المطلوب تحليل المعلومات السابقه وتطبيق نظريه القيود لحذف اي قيد على العمليه الانتاجيه. فنمره واحد هنحسب معدل المحاسبه على الانجاز للمورد المتاح، اللي هو المورد المتاح ايه بقى؟ اللي هو ساعات تشغيل الالات، ساعات تشغيل الالات. تمام، فعايزين نحسب التي اي ريشيو. فالتي اي ريشيو عملنا له جدول. تمام، في بيان المنتجات ا ب ج، اجمالي الساعات المطلوبه، الساعات المتاحه، معدل المحاسبه على الانجاز اللي هو التي اي ريشيو. الوحدات المطلوبه 2000 وحده 2000 وحده 2000 وحده للمبيعات المطلوبه. ساعات التشغيل المطلوبة اللي هو بقى المورد. أنا عندي دلوقتي الآلة
الأولانية لو خدت عدد الوحدات ضربتها في نصيب الوحدة دي 24000، 8000، 4000، 36. تمام. يبقى أنا عندي دلوقتي الساعات المطلوبة بالنسبة للآلة في الثلاث منتجات أ ب ج 24 و8 32، 32 و4 ادي 36، كل المتاح عندي 32، فالمطلوب 36 على 32 يبقى في عندي 112.5، يبقى في 12.5% تقريبا عجز. طيب الآلة الثانية محتاجين 36 و12 و6 يعملوا 54، المتاح عندي 32، يبقى عندي معدل المحاسبة إنجاز 168.75، يبقى في 68.75 تقريبا مش هقدر ألبيهم يعني. الآلة 3 نفس القصة، فأعلى معدل إنجاز يطلع كام؟ اللي هو الآلة 2 دي اللي فيها المشكل. طبعا الآلة 3 مفيش فيها مشكل لأنها عندها وفر تقريبا حاجة و30%، حاجة و40% كمان. من طاقتها وفر، التاني عنده عجز 12.5 والأول عنده 12.5 والتاني عنده 68 75. جبتها ازاي؟ قسمت الساعات المطلوبة اللي هي 36 على 32 وال 54 على 32 وال 18 على ال 32. واضح بقى دلوقتي ان الآلة رقم 2 هي محور الاختناق حيث حققت أكبر معدل للإيه؟ للإيترشي. تمام؟ تمام. نحسب بقى مساهمة الإنجاز والترتيب. حد المساهمة 42 220 دي جاية من رأس التمرين. احتياجات وحدة المنتج 18 6 3. حد مساهمة الإنجاز لكل ساعة هقسم 240 على 18 33 13، 200 على 6 33 33، 120 على هدف إلا 40. يبقى أكبر معدل إنجاز حد مساهمة الإنجاز، أكبر معدل إنجاز هو الأول الأخير. يليه الثاني يليه الثالث. كلام جميل. يبقى ترتبت أهمية المنتجات أ وب وج، يعني الموارد بتاعتي أستخدمها فين الأول؟ أستخدمها الجيم وبعدين أخش على ب وبعدين أخش على أ. تحديد تشكيلة المنتج بقى في ضوء الإتريشيو وفي ضوء الجدول الساق. أنا عندي المتاح 32. أول حاجة أطلع احتياجات المنتج جيم اللي هو بيديني أعلى استخدام للمورد. تمام؟ فأنا عندي إيه؟ الـ 2000 وحدة يستهلكوا من المورد 6000 ساعة على حسب الاحتياج، لأن الوحدة بتاخد 3 ساعات. كلام جميل. يبقى لسه باقي عندي باقي 26000 ساعة أروح أخد بيهم على المنتج رقم 2. المنتج رقم 2 ال 2000 كل واحده بتشتغل بست ساعات، يبقى عايزين 12 من ال 26، يبقى لسه باقي عندي بعد ما انتج المنتج الثاني في عندي 14000 ساعه. لو خدت بقى على احتياجات الوحده من المنتج الف، اللي هي 18، يبقى 14000 لو قسمتها على 18 يعمل 777، يبقى هنتج من ج كله وهنتج من ب كله وهنتج من ا 777 وحده فقط. المثال الثاني بيقول لي استخدم البيانات التاليه في الاجابه على المطلوب ألف وب وج. طبعا انا شلت ألف، يبقى شلتها اساسا من المثال، هتلاقيها موجوده عندك في الكتاب، موجود ب موجوده، انا شلت ب عشان بس اركز على الموضوع بتاع القيود فقط يعني. فهنا ففي الكتاب هتلاقي بيقول لك استخدم التاليه في الاجابه على المطلوب ألف ب ج، انا شلت ب، فهنحل ألف وب بس. يقول لي تنتج الشركه الدوليه اربع منتجات هي س ص ع ل وفي ميل البيانات المستخرجه، اداني جدول في سعر البيع وتكلفة المادة الخام والعمالة والأعباء الإضافية المتغيرة والأعباء الإضافية الثابتة واحتياجات وحدة المنتج من المورد الحرج كذا 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 كذا. تمام؟ باقي المطلوب في التمرين بيقول لي بفرض إن العمالة عنصر تكلفة متغيرة، طيب، وأن المنتجات بيتم ترتيبها بناء على حد المساهمة الخاص بها، فالترتيب الأكثر تفضيلا هو س ص ع ل.
بافتراض اختيار الشركة لأسلوب المحاسبة عن الإنجاز، وأن ترتيب أولوية المنتجات الأربعة يعتمد على معدل عائد أرباح المنتج، فإن أعلى ترتيب للمنتجات هو الأول سين، الثاني صاد، الثالث عين، الرابع لا. هل الكلام ده عايزين نختبره، هل الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ الترتيب اللي هو حاطه ده ترتيب مظبوط ولا ما مش مظبوط؟ تعال نشوف إجابة المطلوبة إيه. فهو اعتبر العمالة تكلفة متغيرة، يبقى رجع للوضع القديم بتاع هامش المساهمة أو هامش الربح. أسعار البيع هي 56 67 89 96. عظيم جدا. يوضح راح تكاليف متغيره، تكاليف مواد خام اهي موجوده، وتكاليف عماله اهي موجوده، واعباء اضافيه متغيره اهي موجوده. يبقى المساهمه العاديه لو انا ما اطرحت كل ده من اسعار البيع، يبقى المساهمه 7 1 15 11. لما احسبها اقسمها على احتياجات وحده المنتج اللي هو العنصر الحاكم، يديني مساهمه الوحده من العنصر الحاكم 7 من 10 واحد من عشرة واحد صحيحة 73%. مين اللي داني أعلى مساهمة؟ ده الأول أهو، يلي ده. يبقى المنتج عين هو الأول، المنتج لام هو التاني، المنتج سين هو التالت، المنتج صاد هو الرابع. شوف هو ده اللي جابه في الإجابة ولا لأ؟ إجابة المطلوب بقى به أو المطلوب التاني. هنا هنشتغل بقى بمفهوم الإنجاز أو الثروبوت. فعندي أسعار البيع 56 67 89 96، هنشيل منها تكلفة، يطرح تكلفة المواد فقط على اعتبار إن تكلفة المواد هي دي التكلفة المتغيرة. يطرح تكلفة المواد فقط على اعتبار إن هي دي بس تكلفة الإيه؟ هي التكلفة المتغيرة. تمام؟ يبقى يطرح تكلفة المواد فقط. يبقى الفرق على طول دي مساهمة الإنجاز أو حد الإنجاز لكل وحدة منتج. احتياجات وحدة منتج من العنصر الحاكم 10 10 15 15، يبقى مساهمة الإنجاز هقسم بدل ما كنت بقسم هامش الربح أو هامش المساهمة هقسم هامش الإنجاز دلوقتي. تمام؟ فعمل 3.4 3.6 3.4 3.33، فطلع الأول هو صاد، الثاني سين وعين زي بعض، والاخير اللي هو لام. ارجو ان احنا نكون برضو ايه وضحنا وبسطنا المفهوم بتاع الاستغلال الامثل للموارد من خلال مفهوم نظريه القيود ومن خلال مفهوم محاسبه الانجاز. مع كل التوفيق وشكرا جزيلا.